بجناح يمسح 100 متر مربع. وتحت إشراف الديوان الوطني التونسي للسياحة، تشارك تونس في الدورة 44 من المعرض الدولي للسياحة والسفر توب خيزا بباريس من 20 إلى 22 من سبتمبر الجاري. المعرض يستقبل كل سنة أكثر من 34,000 مهني، وفق منظميها ترويجا للسياحة التونسية وإبرازا لمختلف المنتجات والخدمات. ويشارك في هذا الصالون حوالي 100 مهني من السياحة التونسية، ممثلين عن وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات وشركات الطيران. ليؤكد وزير السياحة محمد معز بلحسين أن الصالون الدولي فرصة لمواصلة تطوير السوق الفرنسية التي تظل استراتيجية بالنسبة للسياحة التونسية، إذ تحتل تونس المرتبة الرابعة كأفضل وجهة سياحية للفرنسيين منذ مارس الماضي، مضيفا أن تونس استقبلت أكثر من 600,000 سائح فرنسي حتى 10 من الشهر الجاري، بزيادة تقدر ب 235% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2011.